إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى الدقائق الأخيرة من مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، ولا رح ننتقل مع الحقيبة الثقافية والمعلومات، كل هذا وأكثر مع ضرغام. مرحبا ضرغام. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. طبعا بالبداية إحنا اليوم في ضيافة العراقي الكبير الملا عبود الكرخي، هذا الشاعر اللي تقريبا كل الشعب العراقي يحفظ بيت أو يعتقد أنه هذا مثل شعبي، الحقيقة هي أبيات من قصائد الملا عبود الكرخي. أفضل من كتب في هذا الحقل كتاب أصدر عن دار المدى، يقع في تقريبا 350 صفحة من القطع المتوسط، وسمي باسمه الملا عبود الكرخي سيرة ومسيرة. طبعا هذا الكتاب تقريبا لخص كل حياة شاعرنا الراحل الكبير. وأول شغلة تجذبنا وراح تطرق مسامعنا، خلينا نتساءل العقال اللي لبسه بهاي الطريقة الفانتازية مثل ما تشوفون باللوحة. طبعا هذا العقال عقال تاريخي مثل ما هو معروف، قيل انه يرجع الى العصور السومرية، انه الانسان السومري اول من لبسه واعتقد انه هو شبكة الصيد حتى يجذب الحظ والطالع الجيد، ومن ثم انتقل بهذا العقال وتطور وصار عبارة عن شماغ، والشماغ يضع فوق، يعني فوق الشماغ يخلون العقال. اجت هاي الكلمة من ان يعقلون الابل يشدون الحبال برجلها، يم الابار حتى يرتاحون وحتى ما تهرب الابل، يعني طبعا يعقلون اقدامها ولما يخلص العقل يفتحوه ويشدوه على راس الفرد. طبعا البدو هم اول الناس اللي لبسوا العقال، والعقال يتكون من خيوط صوفية وبعدين ينشد عليها شعر الماعز. طبعا هذه واحدة من كيفيات صناعة العقال وجودته. بعدين انتقل هذا وتطور وصار واحدة من أهم سمات الإنسان الوجيه والملك وسيد المجتمع. هذه التفاصيل كل شهوان انتشرت هاي لبس العقال وانعرفوا بها الوجهاء. هذا العقال اللي لبسه اليوم شاعرنا الكبير يسمى المقصب، وهو اختير للملوك تحديدا، لبسه الملك فيصل ولبسه الكثير من الملوك العراقيين، واشتهر به أيضا شاعرنا الكبير. هذا الشاعر ولد في مدينة الكرخ عام 1861، ونسب إليه هذا الاسم الكرخي نسبة إلى المدينة التي ولد فيها. طبعا أبوه كان رجل تاجر يشتغل بالإبل، يعني بتجارة الإبل، يبيع الإبل خارج العراق. بعدين اشتغل ابنه بنفس المهنة، درس الكتاتيب في بداية حياته في المدارس البسيطة في سن السادسة من حياته، ومن ثم انتقل من الكتاتيب إلى المدارس والمجالس في مدينة الكاظمية المعروفة بمدارس العلم ومدارس التي تربي الأجيال على المعرفة والحكمة. طبعا انتقل من هذه المدارس إلى تجارته بالمواد الغذائية، انتقل وسافر إلى كثير من البلدان وتعلم عدة لغات منها الفارسية والتركية والهندية وأيضا الألمانية. بسبب اشتغاله مع الشركات التي كانت تعمل في سكك الحديد التي تربط بين بغداد وسامراء، تعلم اللهجة اللغة الألمانية، وأيضا كانت إلى حظوة باللغة الإنجليزية إضافة إلى اللغات الشرقية اللي تعلمها. انتقل من ثم إلى بسبب معرفته باللغات إلى الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى، واختير مترجما داخل الجيش بسبب إمكانياته وفراسته. من ثم عاد إلى العراق بعد سقوط الدولة العثمانية والاحتلال الإنجليزي، كان أبرز المقاومين وأشعاره كانت تحرض الجماهير وتهيئهم على الثورة. كان خطيبا مفوها وكلماته مدوية، أرعبت السلاطين، أرعبت المحتلين والاستعمار. طبعا قاوم بقصيدته قضيتين مهمة، الاستعمار وأيضا السلطة الجائرة. كتب حينما سئل عن الاستعمار قالوا له أنت ليش تتقاوم بهاي الطريقة اللي ربما تكلفك حياتك؟ قال لهم الاستعمار ألحق بنا عار لا يغسل إلا بدمائنا، ولا بأس أن أكتب قصائدي بالدماء. هذه شخصية اللي دائما إحنا نعتبرها مثل أعلى ونحسد نفسنا أنه إحنا نمتلك هيك شخصيات، ونتمنى من أصحاب الرأي والكتاب العراقيين في عصرنا الحالي بدل أن يلوكون المفردات والجمل والمصطلحات الصعبة أن ينزلون إلى أرض الواقع ويلتقون بجمهورهم مثل ما سوى الكرخي. التقى بجمهوره وتواصل إياه وقدم رسالة إنسانية عظيمة من خلال أبيات بسيطة جدا. هذه الأبيات إلى يومنا هذا إحنا نكررها، وواحدة من أهم القصائد اللي كتبها واللي صارت جدا مشهورة اللي إحنا دائما نقول قيم الرقاع من ديرة عفج، هذه كتبت بحق البرلمان في العصر الماضي،
وأيضا قصيدة أخرى، هذه القصيدة أخذت حظوة كبيرة وغناها أكبر المغنيين والمطربين العراقيين. مطلع هذه القصيدة يقال أنه الكرخي سمعها من سيدة بسيطة جدا في مدينة واسط اللي ينتمي جذورها ربما إلى هذه المدينة. سمع تقول: لذ بروحي للجرش ودر الجرش يا ذيني أنعل أبو المجرشة، والساعة وكسر المجرشة وانعل أبو راعيها. هذه الأغنية غناها الكثير من المطربين العراقيين ومن أهمهم القبنشي، وعندما طرح هذه القصيدة إلى أحد الشعراء الكبار، طبعا شاعر مصري، قال هذه واحدة من أهم القصائد اللي مرت على مسامعي. طبعا الحديث يطول عن هذه الشخصية العراقية الكبيرة، ربما غفلت الكثير من الجوانب بسبب ضيق الوقت، لكن أكيد بالحلقات المقبلة راح نتناول جوانب كثيرة يا عزيزتي يا زهراء. نعم يا أخي.